طيب يا جماعه، انا هبتدي في اول اتريشن. معلش، هو في اول اتريشن احنا بنبتدي، عشان لو ابتدينا ب 2% هنطول جدا. عاده بنبتدي في اول اتريشن، عاده بنبتدي في اول اتريشن بوتر كونتنت 5%. تمام. طيب انا عشان ابتدي بوتر كونتنت 5% هعتبر ان السويل دي دراي، فهقول 4000 في 5 على 100. يبقى انا في اول اتريشن هحط ميه، يبقى احنا هنكتب هنا اتريشن 1، هحط الميه اللي هحطها بكام؟ ب 200 جرام ميه. هحط ميه 200 جرام، هقوم ضايف ال 200 جرام دول على السويل سامبل واقلبهم كويس جدا. لازم اقلب كويس جدا. تمام. طيب هقوم جايب بعد كده المولد، يبقى المولد ده دي خطوه رقم واحد. الخطوه رقم اتنين هجيب المولد بتاعي، والمولد ده هيبقى مولد. المولد ده بيبقى ليه اكستنشن، يبقى الاكستنشن ده لازم اعمل له ريموف. يبقى انا هقول ريموف للاكستنشن، يبقى انا هريموف الاكستنشن اللي عندي ده وابتدي اوزن المولد اللي تحت ده، وهنقول ايه فايده الاكستنشن كمان شويه. تمام. يبقى انا هوزن المولد من غير الاكستنشن. يبقى انا اول حاجه بجيب وزن المولد. تمام. طيب وزنت المولد، هبتدي اعمل ايه؟ اجيب الخطوه الثالثه، هبتدي احط في المولد بتاعي لاير من الصويل. اول لاير من الصويل، لا، اول خطوه هركب الاكستنشن، يعني هركب الاكستنشن. يبقى اد تاني بعد ما وزنت من غيره، هاد الاكستنشن، هركب الاكستنشن واحط اول طبقه سويل ليا، وبعدين هجيب الهامر وادمجه. يبقى هدمكه بالهامر كام ضربه؟ 25 ضربه. على كام لير؟ يبقى انا هحط كام لير ادمجهم؟ لو انا بعمل ستاندرد بروكتور تيست، هدمك السويل بتاعتي دي على 3 لير. لو انا شغال على موديفايد، هشتغل على 5 لير، وكل لير تتضرب 25 ضربه. طيب هفضل احط اللايرز بتاعتي لحد ما اوصل لشكل اخر لاير عندي بالمنظر ده. ده الاكستنشن، انا الاكستنشن برسمه لوحده كده يا جماعه عشان يبان. ده الاكستنشن، وهيبقى عندي طبقات السويل موجوده كده مدموكه بالمنظر ده. هاجي في اخر لاير هقوم مالي المنظر ده على الاخر بالشكل ده، واقوم ضارب بالهمر، هيتحول المنظر اللي عندي ده لحاجه شكل كده. هتبقى اخر لاير هتوصل عندي بالمنظر ده. تمام. طيب هقوم شايل، بعد ما اوصل للمنظر ده هقوم شايل ايه؟ هقوم شايل الاكستنشن، هقوم شايل الاكستنشن، ريموف الاكستنشن. لما اريموف الاكستنشن هيحصل ايه؟ هلاقي السويل عندي بالمنظر ده. هنتخيل ان السويل فيه جاب كده، بس انا بوضح لكم. لما انا اشيل الاكستنشن هلاقي السويل واقفه كده. هتلاقي السويل لما انا اشيل الاكستنشن هتلاقيه اعلى من ايه؟ اعلى من جدار المولد. اعلى من مين؟ اعلى من جدار المولد. طب انا ليه عملت موضوع الاكستنشن ده؟ علشان اجي بعد كده جايب بجيب مسطره حديد
واقوم قاصص الجزء اللي فوق ده، اقوم ممشيه على الجزء اللي فوق ده، شايل الجزء اللي فوق ده. طب برضو استفدت ايه ان انا عملت كده؟ استفدت ان انا بقى عندي جوه المولد اللي انا عامله ده كل السويل اللي جوه دي سويل مدموكه من اولها لاخرها. انما انا لو ما كنتش حطيت الاكستنشن كان هيحصل ايه؟ كان هيحصل ان السويل اللي في الاخر دي، اللي في اخر جزء من المولد، هتبقى سويل فيها فويدز، سويل منكوشه كده، مش هتلاقيها ايه؟ مدموكه، هتلاقيها سويل مش مدموكه. فعملنا موضوع الاكستنشن ده عشان نتاكد ان احنا لما نشيل الاكستنشن السويل اللي هتبقى جوه المولد دي كلها مدموكه. واضح يا جماعه؟ واضح؟ حد عنده اسئله؟ مش ممكن عشان يحتفظ بالرمله يعني ياخد رمله من العينه دي بحيث يضيف ميه كمان ويشوف؟ وقول تاني كده، مش سامع؟ كانه يعمل اتريتيف يعني ياخد ال 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 الشويه التراب اللي فوق دول ويحط فيهم ميه زياده. لا لا لا، ملوش علاقه بالميه. انا الميه بحطه في اول حاجه خالص هنا، ال 200 جرام دول، وبعجنهم، ماليش علاقه خالص، او بقلبهم، ماليش علاقه. انا ما بحطش هنا ميه، انا من ساعه ما حطيت ال 200 جرام ده ما حطيتش ميه تاني. تمام، ملوش علاقه بالميه. انا الاكستنشن ده السبب بتاعه الوحيد ان انا اتاكد ان انا لما اشيله وامسح بالمسطره الحديد على مستوى الراس بتاعه المولد، اتاكد ان جوه المولد كل السويل مدموكه. هو ده الهدف بتاع الاكستنشن الوحيد. تمام، بتحط كده هندسه. ماشي، تمام. ده كده خطوات بتاعه الدمج. بعد كده الخطوه الرابعه، هقوم وازن ايه؟ هحط المنظر ده على الميزان. يبقى الوزن اللي انا هوزنه ده وزن ايه؟ وزن المولد زائد ايه؟ وزن السويل كومباكت، وزن الكومباكتد سويل. صح ولا غلط؟ لما انا اقوم شايل الشكل ده اقوم حاطه على الميزان، هيديني وزن القالب زائد وزن السويل الكومباكتد. عرفته؟ طيب هقول والله الوزن اللي في رقم 2 وده الوزن رقم 4، يبقى لو انا قلت ويت 4 ناقص ويت 2، لو قلنا ده ناقص ده، هيديني وزن ايه؟ وزن السويل كومباكتد لوحده. تمام؟ معايا يا جماعه؟ يبقى انا عرفت وزن السويل الكومباكتد دي. تمام؟ طيب لو انا اعرف، لو انا اعرف ابعاد المولد، مش اعرف اجيب الفوليوم بتاع المولد؟ فوليوم المولد ده اعرفه ولا ما اعرفوش؟ اقدر اجيبه ولا ما اقدرش؟ اريا السلندر في الـ في الـ في الارتفاع، يبقى الاريا بتاعت السلندر بتاعت المولد ده في ارتفاع المولد هيديني، بس الكلام ده ارتفاع المولد من غير الاكستنشن، الجزء اللي انا دامج فيه السويل. يبقى الفوليوم بتاع المولد ده اعرف اجيبه، وهو محفوظ لكل القوالب ستاندرد 943.6 سنتيمتر تكعيب، ده ستاندرد. تمام، يبقى القوالب كلها الفوليوم بتاعها معروف 943.6 سنتيمتر تكعيب. طيب يبقى انا عندي وزن السويل اللي مدموكه جوه القالب ده، وعندي وزن، او عندي اسف، فوليوم القالب. تمام، طيب مش من الخطوه دي، لا ما يعني الخطوه اللي بعدها، انا دلوقتي جبت وزن السويل كومباكت وعندي فوليوم القالب. لو انا رحت خلاص بعد ما وزنت الكلام ده، رحت واخد سامبل من التربه اللي اتدمكت دي، هاخد سامبل من التربه اللي اتدمكت دي، مش اعرف اجيب لها الووتر كونتنت؟ حد يعرف ازاي اجيب ووتر كونتنت السامبل من التربه المدموكه دي؟ يا رجاله الجاما ويت على الجاما سوير. طيب احنا كنا قلناها قبل كده، قلنا ان انا لو عايز اجيب ووتر كونتنت لاي عينه
هقوم واخد السامبل دي، انا دلوقتي عايز اجيب الووتر كونتنت بتاعت التربه المدموجه، تمام؟ الويت اوف ووتر على الويت اوف فويدز؟ لا الووتر كونتنت اصلا، الويت اوف ووتر اصلا، الويت اوف ووتر على الويت اوف سوليدز، اه تمام. تمام. طيب يبقى انا هاخد سامبل، السامبل دي كده سامبل، هاخدها هقول والله ويت سامبل. الويت اوف سامبل ده عباره عن ايه؟ هوزنه، يعني هاخد عينه واوزنها، يبقى ده ويت السامبل بيساوي ويت ايه؟ ويت السوليدز زائد ويت مين؟ الووتر اللي جواها، صح؟ صح يا جماعه؟ لو انا خدت سامبل من هنا وزنتها يطلع لي الوزن ده وزن ايه؟ وزن السوليدز ووزن الووتر، صح ولا غلط؟ اه تمام. هاخد السامبل دي، السامبل اللي انا خدتها دي ووزنتها، هقوم واخدها واحطها في ايه؟ في الاوفن لمدة 24 ساعة. بعد ما ادخلها الاوفن واطلعها اوزنها، يطلع لي الوزن ده وزن ايه؟ السوليدز بس. وزن السوليدز بس، تمام؟ طيب وزن السوليدز بس ده بقى عندي اللي هو ده، لو انا طرحت ده من ده اللي هو ويت اوف سوليدز، يعني وزن العينه قبل ما ادخلها الاوفن اللي هو ده، وناقص وزن العينه بعد ما دخلتها الاوفن، يطلع لي وزن الايه؟ وزن الميه. يبقى لو طرحت ده من ده هيديني وزن الميه، اقسمه على ويت اوف سوليدز يديني الووتر كونتنت. يبقى انا كده حددت الووتر كونتنت بتاعت العينه دي ولا لا؟ حددته. طب حد يسألني، انا لسه انا مستني حد يسألني سؤال كده، محدش راضي يسألهوني. مش مثلا عندي سؤال، يعني مش سؤال هو حاجة، بس ايه دلوقتي هو في ايه واحد انتهى قطع عنده بيقول لحضرتك ان هو على الويتنج، يعني انا مفيش حد عندي هو بيقول ان هو مش عارف، خليه مش هو. عارف طب احنا ازاي هنطلع الجامعة برضو؟ جاي لك اهو السؤال، الجامعة ده جاي بعد دي على طول. طب حد، طب انا هديكوا هغششكم دلوقتي، مش احنا كنا المفروض حاطين ووتر كونتنت 5%، تمام. اللي هو ال 200 جرام؟ طب انا ليه بحسب الووتر كونتنت تاني؟ حد يقدر يجاوب؟ ها يا جماعة، الوزن الووتر كونتنت ال 5% اللي انا حطيتها دي، ده وزن تقريبي، ووتر كونتنت تقريبية، تقريبي هحط 200 جرام مية، ده كده بالتقريب تقريبا الووتر كونتنت ب 5%. بس انا لما اجي احط مية على السويل دي وابتدي اقلبها وافضل امسكها بايدي وشوية مية يقعوا بره وشوية مية يلزقوا على ايدي ويلزقوا على الجدار بتاع القالب اللي انا، او الطبق اللي انا بقلب فيه، الووتر كونتنت بتاع العينه دي هيتغير، وانا بدمك في ميه هتلزق على الهامر اللي انا بدمك فيه، اللي انا بدمك بيه، فبالتالي الووتر كونتنت بتاع العينه اللي قدامك دي ايه؟ اتغير. ده الووتر كونتنت ده 5% كده بالتقريب، انما من بروسيجرز الشغل المية بتقل نتيجة ان انا عرضت السويل دي لأسطح كتيرة، فبالتالي الووتر كونتنت بتاع السويل دي مش 5 بالظبط، لا هو اقل من 5 شوية. طب انا عايز اعرفه، يبقى انا بالتالي لازم اعمل تجربة ووتر كونتنت من العينة اللي انا دمجتها، اللي انا بخلص الوزن واقوم واخد عينة اعمل لها ايه؟ ووتر كونتنت. معايا يا جماعة؟ وضحت؟ طب برضو ازاي بقى هجيب الجاما دراي؟ طيب جينا بقى للسؤال بتاع الجاما دراي، ازاي هحسبه؟ الجاما دراي والله القانون اللي احنا المويست على واحد زائد اثبتوه، الوتر، يقول تاني كده؟ المويست على واحد زائد الوتر كونتنت. تمام، يبقى الجاما دراي هتساوي الجاما مويست على واحد زائد الوتر كونتنت. الوتر كونتنت عارفه اللي انا لسه حاسبه ده، دي الخطوه الرقم 7. جاما دراي بتساوي جاما مويست على واحد زائد الوتر كونتنت. طب الجاما مويست بتساوي ايه؟ بتساوي الويت مويست على الفوليوم. الفوليوم ده بتاع ايه؟ المول، اللي هو فوليوم المول. والويت مويست ده اللي هو ايه؟ ويت بتاع الكومباكتد سويل اللي هو وزن رقم 5. يبقى ده الوزن بتاع الخطوه رقم 5.
سوري الخطوه بتاع رقم اربعه، سوري الخطوه رقم اربعه اللي هو الويت بتاع السويل كومباكتد، تمام، على الفوليوم بتاع القالب. مش ده يديني الجاما مويست لما اقسمه على الواحد زائد الووتر كونتنت يديني الجاما دراي؟ صح يا جماعه ولا غلط؟ اصل تمام تمام. طيب يبقى كل اللي انا عملته ده، كل ده اول اتريشن، اتريشن رقم واحد. بعد ما خلصت ده كله هقوم ماسك القالب اللي انا عجنت فيه او عملت فيه اسف الكومباكشن ده، هقوم واخده واقوم قلبه تاني فين؟ في الـ في الـ في القالب الخلط بتاعي، القالب اللي انا بخلط فيه او الطبق اللي انا بخلط فيه، هقوم واخد بعد ما دمجته وخلصت وخدت عينه الووتر كونتنت، هقوم واخد اللي جواه ومفضيه في الطبق تاني، هفضيه في الطبق وازود تقريبا 2%، برضو تقريبا هزود 2%. ال 2% من وزن العينه ده اللي هم كام؟ 4000 في 2 على 100 يديني كام؟ 80 جرام. يبقى في تاني ايتريشن هزود هنا كام؟ تعال نقول ايتريشن 2 جنبها. ده الفرق الوحيد، ان ايتريشن 2 هاجي احط الوزن في اول مرحله كام؟ عشان اخلط هحط 80 جرام. تمام؟ هحط 80 جرام واخلط واعيد نفس الخطوات تاني يديني الجاما دراي ايه بتاعه اتريشن 2. وبعد ما اخلص حسبت ووتر كونتنت خلاص، خدت عينه الووتر كونتنت، وبعد ما اخلص خالص هقوم ايه قالب القالب ده كله اللي انا دمكه احطه تاني في الطبق اللي بخلط فيه، واقوم ضايف 80 جرام ميه تاني، واقوم عامل الاتريشن كلها لحد الاخر. واحنا بنعمل كم اتريشن يا باشمهندس؟ نعم بنعمل كم اتريشن؟ مش اقل من 5 نقط، مش اقل من 5، عاده بنعدي 6. لحد امتى؟ لحد انا هدفي ان الكيرف يطلع ويقل تاني. احنا بنعرفها تقريبا في ال في التجربه، بنعرفها منين؟ بالتقريب كده، ان وزن السويل كومباكتد ده بيبتدي يثبت او يقل شويه، حاجه بسيطه معايا. يعني انا هيفضل وزن السويل كومباكتد ده هيفضل يزيد شويه بشويه، هيفضل يزيد يزيد يزيد، لان القالب بيستوعب وزن سويل اكتر. تمام؟ فبالتالي هيوصل لمرحله ان هو هيثبت، او الزياده في الوزن هتبقى ضئيله جدا او هيبتدي يقل، فبالتالي بعرف ان انا كده خلصت. تمام؟ تمام. وعاده ان انا ما دام عديت الووتر كونتنت اللي احنا قلنا عليه، مش احنا قلنا ان الووتر اوبتيم ووتر كونتنت بيبقى من 8 ل 12، انا عاده لما بوصل لل 14 او لل 15 بعرف، او يعني في حته ال 14 ل 16 بعرف كده خلاص ان انا عديت الاوبتيم ووتر كونتنت، فببتدي اوقف التجربه. بس احنا بنعمل واحده زياده بميه كتير عشان الكيرف، وانا برسمه في الاخر على شيت الاكسل، انا بقول لك في الشغل بقى، عشان الكيرف وانا برسمه على شيت الاكسل يبتدي يبقى ممتد، ما يبقاش ما يجيليش كده، ما يجيليش كده ويقوم واقف هنا مثلا، ان انا خدت نقطه على طول بعد الاوبتيم ووتر كونتنت وقفت، لا انا برسم عشان الشكل يبقى شكله بيل شيب فعلا، بحط واحده عند ووتر كونتنت عالي شويه، فعاده بتوصل لسبعه ايتريشنز في الشغل. في الموقع صح؟ في الموقع بعمل 7 ايتريشن. اه 7 8 عدد. ده مش في الموقع يا واد، ده فين؟ اه ده في اللاب يعني في الموقع لا الموقع ده تجربه تانية، الساند كونتست ده لسه. تمام يا جماعه، كده واضح تجربه البروكتور الايتريشنز بتاعتها والحل بتاعها عامل ازاي؟ واضحه؟ تمام. طيب طيب لو احنا جينا نعمل ايه؟ لو جينا نقارن بقى ما بين، انا دلوقتي خلاص هرسم، هنتخيل ان احنا كنا عاملين التجربه دي ستاندرد، ورسمت الكيرف ما بين الجاما دراي والووتر كونتنت وطلع لي شكل الكيرف عامل كده، حد يقدر يتخيل ان انا لو عملت لنفس السويل دي، لنفس السويل عملت لها تجربه موديفايد، حد يقدر يتخيل شكل العلاقة ما بين الجاما دراي والووتر كونتنت
بتاعه الموديفايد ده بتاعه الستاندرد. حد يقدر يتخيل شكل الكيرف بتاع الموديفايد هيطلع عامل ازاي؟ احتاج ووتر كونتنت اقل. بس قول تاني كده. احتاج ووتر كونتنت اقل عشان اوصل للاوبتيمال. يعني بمعنى ان الكيرف ده هيتشفت ناحيه الشمال كده بس. ايه بس فلات اكتر. ايه تاني؟ الكيرف المفروض يطلع فلات اكتر كمان. فلات؟ فلات ازاي؟ يعني الكيرف اللي هيطلع فيه اقل من الكيرف المرسوم. يعني الكيرف ده كاني بشفته لتحت وشمال. ايوه. يعني الكيرف اللي انا رسمه ده كانه هيبقى هيتفتح شويه يعني. لا يفتح. قصدك يفتح كده؟ يعني الانبعاج هيقل. ايه؟ لا دلوقتي خلينا نحكم الموضوع بقيمتين. دلوقتي دي الجاما دراي بتاعه الجاما دراي ماكسيمم من تجربه الستاندر، وده الاوبتيمم ووتر كونتنت بتاعه التجربه الستاندرد. طيب هنسال اول سؤال، تعالوا نستنتجها مع بعض. دلوقتي الموديفايد اقوى ولا اضعف من الستاندرد؟ الموديفايد اقوى. الموديفايد اقوى، يبقى هيعمل انرجي دمك ايه؟ اعلى. انرجي دمك اعلى، يعني هيعمل لي من الاخر دمك اعلى، يبقى هيوصل لي جاما دراي ماكسيمم ايه؟ اكبر. تمام؟ تمام. يبقى احنا خلينا كده متفقين بسم الله الرحمن الرحيم ان الجاما دراي في الموديفايد اكيد هتبقى اعلى. لو رسمنا ده الجاما دراي بتاعه الموديفايد اكيد هتبقى الجاما دراي بتاعه الموديفايد اعلى من الجاما دراي بتاعه ايه؟ الستاندرد. كده احنا جاوبنا على اول جزء من السؤال. تمام. طيب تعالوا بقى ندرس الووتر كونتنت. طيب الاوبتيمم ووتر كونتنت ده علشان ال 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 ال, 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 ال في الستاندرد، علشان اوصل لنقطة البيك دي، عشان اوصل لنقطة البيك ده السويل هتحتاج مية اكتر، يعني محتاج لوبريكيشن اعلى من الموديفايد ولا اقل؟ يعني الموديفايد الانرجي بتاعته عالية جدا، فمن الاخر اصلا الانرجي بتاعته عاليه، مش محتاج الميه اللي انت بتحطها له دي. صح ولا غلط؟ هو محتاج، بس مش محتاج ميه زي مين؟ زي الستاندرد. صح ولا غلط؟ تمام. يبقى هو من الاخر هو الموديفايد هيطلع كثافه جافه اعلى، وهيطلعها بدري عن الستاندرد. يعني انا لو محتاج ووتر كونتنت في الستاندرد 10% عشان الموديفايد يطلعها محتاج مثلا 7-8%. يبقى هي دي نقطة البيك بتاعت الموديفايد. يبقى الستاندرد دي نقطة البيك بتاعته، ودي نقطة البيك بتاعت الموديفايد. استنتجتها ليه؟ لأن الموديفايد بيدمج بإنرجي أعلى فطلع كثافة دراي أعلى، وبما ان هو بيدمج بانرجي اعلى هو مش محتاج اصلا الووتر كونتنت اللي ب 10% دي، ده هو هيدغدغ السويل بارتيكلز وهيفعصها ويوصل للبيك اسرع من مين؟ من الستاندرد، ويبقى شكل الموديفايد عامل كده. ايا كان، لا هما ما بيتقاطعوش، بيبقوا عاملين كده، الشكل عامل كده. دي القيمة البيك وكده. مش واضح يا جماعة؟ مش مهندس. أيوة. أنا ممكن أعمل الاختبار ده بس وكنسل السيب أناليسز واعتبرها كده ويل جريدد لو وصلت الجاما دراي اللي أنا عايزها؟ لا لا لا، ده سيب. بص أنت كده، ده كده بقى أنت كده بقيت دخلت في كلام مهندسي. لا يعني مش في كلام مهندسي، في قضايا مهمة جدا. لا الإجابة باختصار لا. لا ليه؟
دي قصه يعني. لا يعني انا هحاول اجاوبك عليها باختصار، بس ان انا ده ما يغنيش عن يعني. انا من الاخر انت تقصد، طب انا انت ممكن تجيب لي طينه او رمله بطينه او رمله بمواد ناعمه عاليه جدا وايه ووصلها للكثافه الجافه القصوى وخلاص، انت تقصد كده. ونوع التربه بقى، نوع التربه ايا كان مش مهم. لا لا، دي مهمه جدا، مهمه جدا في اعتبارات كتير جدا. انا ما ينفعش اسس على تربه فيها مواد ناعمه كتير. ليه؟ مواد ناعمه اللي هي الفاينز. لان لو انا خلاص دمجت وحطيت التربه بتاعتي وبنيت المبنى وسبتها ومشيت، لو لاي سبب من الاسباب اتسرب ميه من المبنى ده، هيحصل ايه في الفاينز؟ هيحصل لها ليتشنج، هتتغسل. الفاينز اللي جوه ما بين البارتكلز بتاعه السويل، يبقى انا لو انا عندي في العينه 30% مواد ناعمه، الميه دي لما تجيلها بعدين هتغسل المواد الناعمه دي، فمكانها هيبقى فويدز، فالمبنى هيحصل له هبوط مفاجئ. معايا؟ اه تمام. يعني يبقى احنا في الطبيعي ان احنا واحنا بنأسس ما نأسس على تربه فيها مواد ناعمه عاليه، لازم ما بزيدش ابدا عن 10% ده بالكتير يعني. ما بزيدش عن 10% مواد ناعمه، احنا عاده ما بنعديش ال 5%، لو اكتر من كده بنعمل حاجه اسمها تربه احلال. الكلام ده بقى قدام كورسين كمان. بنعمل تربه احلال، بعمل سويل ريبليسمنت عشان اعالج مشاكل التربه، انما احنا دلوقتي احنا لسه على قدنا في الجيولوجي والسويل، بناخد ازاي اصلا نقيم، انما مش اقيم ازاي، التولز اللي انا بقيم بيها. انما ان شاء الله بقى لما توصل على كورس الفاونديشن وتعديه كمان باذن الله يعني، هتبتدي يبقى انت ان شاء الله يعني ربنا يكرمك، ويبقى انت تقدر تحكم على التربه دي هتصلح للاساس ولا لا. يعني في ناس اصلا اتخرجت ولسه مش عارفه، بس ما علينا يعني، اقصد الموضوع لسه قدام شويه. تمام، بس ربنا يكرم يعني. انت كويس ان انت سألت السؤال ده، سؤال حلو. تمام طيب، يبقى احنا اخر حاجه وصلنا لها ان دي العلاقه ما بين الموديفايد وما بين الستاندرد. تمام، في حاجه تاني كده؟ حد عنده اسئله في البروكتور تيست؟ ها يا جماعه، حد عنده اسئله في البروكتور؟ ممكن بس تبعت لنا الورقه ده يا باشمهندس. حاضر باشمهندس. معلش حضرتك قلت ايه الفرق بين الموديفايد والستاندرد عشان بس راجع عليها؟ في ايه، في الكيرف ولا في المقارنه؟ لا كعموما ليه الموديفايد اقوى يعني؟ عشان الموديفايد مدبوكه على 5 لايرز وده 3، ووزن الهامر 10 باوند، وفي الستاندرد 5.5 باوند، يعني تقريبا الضعف. وزن الهامر اصلا اتقل. وارتفاع الفري فولينج، الهامر شكله عامل كده، ده الهامر. تمام. يعني احنا في بعد كده هنستعمل موديفايد، ما لناش دعوه بالستاندرد. والله الاكثر انتشارا الموديفايد. تمام، ده الهامر، ده الويت اللي احنا بنتكلم عليه. الوزن ده بتاع الهامر في الموديفايد 1.5 فيت، في اسف الوزن 10 باوند، و تمام في الستاندرد 5.5 فيت. بيحصل ايه؟ بنقوم احنا ماسكين بايدينا الهامر ده ورافعينه لحد ما يوصل هنا. تمام، لحد ما يوصل فوق. الفري فول هو ده المشوار، انا برفعها واقوم سايب. تمام، لما برفعها واسيب الوزن ده بينزل تحت تاثير ايه؟ وزنه، عشان كده اسمه فري فول. ارتفاع السقوط الحر ده في الموديفايد 1.5 فيت، في الستاندرد 1 فيت. معايا؟ والله تمام. تمام، حد عنده اسئله؟ طيب هنخش على الساند كونتست. الساند كونتست بقى اسهل شويه، هو اسهل كخطوات بس في فكره، يعني فكره حلوه. طيب
قلنا الستاند كونتست، الستاند كونتست ده بعمله اختبار بعد ما بكون عملت البروكتور، بجيب بيه جاما دراي اقارن بيها الجاما دراي الماكسيمم اللي طلعت لي في اختبار البروكتور. يبقى انا هدفي في الستاند كونتست ان انا اعمل ايه؟ ان انا اطلع برضو جاما دراي. طيب هعملها ازاي؟ والله الراجل انا اديناله، الراجل المقاول ده اديناله الجاما دراي ماكسيمم والاوبتيمال ووتر كونتنت، اديناله الجاما دراي ماكسيمم والاوبتيمال ووتر كونتنت. الراجل ده عمل ايه؟ تعالوا بقى نرجع تاني كمهندسين، الراجل المقاول ده هيعمل ايه؟ احنا بنقول له يا مقاول، يا مقاول النهارده الجاما دراي ماكسيمم ب 2 طن على المتر مكعب والاوبتيمال ووتر كونتنت ب 8%، تمام؟ يقوم المقاول عامل ايه؟ المقاول ده ذكي، عايز يوصل لاعلى كثافه باقل مجهود. ده احنا لو افترضنا كده يعني ان المقاول ذكي وبيعمل كده، عايز يوصل لاعلى كثافه باقل مجهود، هيوصل لها بايه؟ بالميه. والله الميه هي اللي بتسهل لي الدمج، فبالتالي هيقوم الراجل لما انا اديله الاوبتيم ووتر كونتنت ده هيقوم حاسب كميه الميه اللي المفروض يرشها على الارض دي ويقوم رششها عشان يوصل لمحتوى ميه بكام؟ ب 8%، ويبتدي يمشي الهرسات بتاعته، تقوم التربه بتاعته دي توصل للكثافه الجافه القصوى اسرع، لان انا حطيت نسبه الميه المظبوطه، لا حطيتها زياده قوي ولا حطيتها قليله قوي، تمام؟ طيب الراجل المقاول عمل الخطوات دي وجي قال لي ايه؟ قال لي يا استشاري تعالى استلم مني. هستلم منه بايه؟ بالساند كونتست. الساند كونتست ده بيطلع ايه؟ بيطلع الجاما دراي في الفيلد. طيب تعالوا نبص، انا دلوقتي هاخد كروس سكشن في الارض اللي الراجل دمكها دي، الجزء ده هقوم واخده كده ومكبره هنا على الجنب، تمام؟ ادي الكروس سكشن بتاعي، هقوم جاي عامل فيه ايه؟ عامل فيه حفرة. هاخد حفرة، الحفرة دي لما احفرها التربة اللي جوه دي مش ينفع اوزنها، صح؟ ينفع، تمام. طيب يبقى هاخدها وزنها، يبقى انا معايا weight of soil. نفس التربة اللي انا خدتها دي مش ينفع اخد منها عينه واعمل لها اختبار ووتر كونتنت واجيب لها الووتر كونتنت؟ ينفع برضه. ينفع برضه، صح؟ طب انا عايز اصلا احسب ايه؟ عايز احسب الجاما دراي في الفيلد. الجاما دراي دي بتساوي ايه؟ بتساوي الجاما مويست على 1 زائد الووتر كونتنت. طب الجاما مويست دي بتساوي ايه؟ بتساوي الويت بتاعت السويل اللي انا خدتها دي على الفوليوم بتاع السويل اللي انا خدتها دي في الحفر، يعني فوليوم الحفره على 1 زائد الووتر كونتنت، صح ولا غلط؟ صح، تمام. طيب يبقى الجاما دراي بتاعت التربه دي بتساوي الوزن اللي انا حفرته على الفوليوم على 1 زائد الووتر كونتنت. طيب واحد هيجي يقول لي ليه يا باشمهندس ما انا ممكن اخد الوزن واخد السويل اللي انا خدتها بره دي، السامبل اللي انا خدتها بره دي، اقوم حاططها في قالب وحاسب لها الفوليوم بتاعها وخلاص، هل ده ينفع؟ هو ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ لان التربه دي هي في الحفره، يعني التربه دي اللي وزنها مثلا هنفترض ان هم كيلو سويل، الكيلو دول وهم موجودين في الحفره هم موجودين مدموكين، يعني الهراس ده معدي عليهم وحطوا ميه والتربه دي مدموكه، لما انا احفرها يبقى انا عملت لها ايه؟ عملت لها ديستربنس، قلقلتها. ديستربنس دي يعني انا غيرت الفويد ريشيو بتاع العينه، فبالتالي الفوليوم لما انا احفرها الفوليوم بتاع العينه هيحصل له ايه؟ هيتغير. طب انا عايز مين؟ انا عايز الفوليوم وهي موجوده فين؟ في الحفره. يبقى انا ما ينفعش اقول اي فوليوم وخلاص، لا ده الفوليوم بتاع السويل اللي جوه الحفره، يعني هي من الاخر فوليوم مين؟ فوليوم الحفره،
صح ولا غلط؟ لا بص كده تمام. ها يبقى انا الوزن بتاع السويل ده عارفه صح ولا غلط؟ طلعت العينه وزنتها جبت لها الووتر كونتنت، يبقى الووتر كونتنت كمان عارفها صح. يبقى انا كل الليله بتاعت الساند كونتست دي بعملها ليه؟ الساند كونتست ده بعمله مش عشان اجيب الكثافه، انا كل ده بعمله عشان اجيب ايه؟ فوليوم الحفره اصلا. يبقى الساند كونتست ده هو جهاز الناس ابتكرته عشان تجيب بيه فوليوم الحفره. طب ازاي بقى هجيب فوليوم الحفره؟ تخيلوا معايا، تخيلوا معايا. الساند كونتست ده هو جهاز عباره عن ايه؟ عباره عن فلاسك. الفلاسك دي متصله بكون، كون، والكون ده ليه قفل، والفلاسك دي مليانه سويل، سويل مليانه سويل تانيه عشان بس الناس ما تتلخبطش. السويل اللي جوه الفلاسك دي، دي سويل ملهاش علاقه بالسويل اللي انا بختبرها خالص خالص. دي السويل اللي جوه الساند كونتست ده او الساند كون ابيريتس، السويل اللي جوه دي اسمها ايه؟ كاليبريتد ساند. يعني ايه كاليبريتد ساند؟ دي رمله متعايره. يعني ايه متعايره؟ يعني رمله انا عارف البارتكل سايز بتاعتها وعارف كثافتها المينيمم بكام، او اسف كثافتها كثافتها المينيمم يعني الاي ماكسيمم بتاعتها بكام، وعارف كل القصائص بتاعتها. دي رمله انا عارف كل الهيستوري بتاعتها وعندي، واعرف اعمل لها كاليبريشن واعرف اعمل لها كل حاجه غير السويل اللي انا بختبرها. واضح يا جماعه؟ انا المعلومه دي مهمه جدا عشان الناس بتلخبط فيها، ان الرمله اللي جوه الفلاسك بتاع الساند كونتست دي رمله بتاعتي، بتاعت الجهاز انا اللي حاططها، ملهاش علاقه بالسويل اللي انا حفرتها خالص خالص. تمام؟ طيب يبقى دي كاليبريتد ساند، وهنعمل لها كاليبريشن كمان شويه. طيب هنفترض ان انا وزنت الجهاز ده، تمام؟ بقى معايا وزن مين؟ وزن الجهاز بوزن الرمله اللي جواه، تمام؟ وزنته، يبقى ده ويت 1. هقوم واخد ويت 1 ده، الجهاز ده بالرمله اللي جواه. يا باشمهندس معلش، نعم. انا مش فاهم يعني الكاليبريتد ساند عملنا، طلعت السويل اللي يعني بعمل ايه بالجهاز ده؟ ما انا جاي لك اهو، لسه هقول ده. انا بقول لك بس انا جبت جهاز اسمه ساند كون وجواه رمله اسمها كاليبريتد، ملهاش علاقه بالرمله اللي في الموقع خالص، دي رمله انا اللي جايبها من عندي، ماشي؟ هشتغل بيها بقى، وزنتها معايا، هوزن الجهاز بالرمله اللي جواه، هقوم واخدها واقوم حاططها على الحفره اللي انا حفرتها دي. انا هكررها هنا تاني بس عشان هرسم فوقيها، ادي الحفره اللي انا حفرتها، هقوم حاطط عليها الجهاز بالكون بتاعها. ما رسمتها وحش كده ليه؟ الجهاز ده رحت واخده نقله فين؟ فوق الحفر، بس انا معايا وزنه الاصلي، وهنا في قفل زي ما قلنا. القفل ده والرمله كانت هنا، القفل ده هقوم فتحه، الحفره دي فوق حفره. لما انا افتح القفل ده هيحصل ايه في السويل اللي جوه الجهاز؟ هتنزل تملى مين؟ حفره لحد الكون.